لما تفرح بيبان في عينيك، ولو زعلت أول حاجة بتتأثر فيك. العين أقل حاجة ممكن تأذيها، علشان كده لازم نحافظ عليها ونراعيها. مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك، إيجي ليزك أحدث وسائل علاج ضعف الإبصار على مستوى العالم. الليزك التفصيلي، الليزك عالي الدقة، الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل، السوبرا كور، عمليات زرع العدسات وعلاج المياه البيضاء بالموجات الصوتية والفيمتو ليزر، أحدث وأدق التقنيات لعلاج القرنية المخروطية وعلاج الجلوكوما وارتفاع ضغط العين، حقن الشبكية والجسم الزجاجي وعلاج مضاعفات مرضى السكر. مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك، إيجي ليزك، مستقبل علاج ضعف الإبصار الآن في مصر. عرض خاص على عمليات تصحيح الإبصار الليزك لفترة محدودة. مرض السكر ياريت ما يكونش عندك. ليه؟ السكر للأسف الشديد من الأمراض اللي احنا بنعتبرها من الأمراض الخطيرة جدا، لأن هي بتيجي بكذا شكل. أولا النوع الطفولي اللي كان بيطلق عليه النوع الطفولي هو دلوقتي اسمه تايب 1، وده بيكون نتيجة خلل في البنكرياس، ما بيفرزش الإنسولين بصورة سليمة، فده ملهوش حل غير انه بيستخدم في الانسولين، وده للاسف بيحصل بدري جدا. بعض الناس ممكن تهمل لدرجه انه هو ما يجيش خالص، يعتمد انه بياخد العلاج وخلاص. طب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل مضاعفات كتير جدا في العين. في نوع تاني من مرض السكر اسمه تايب 2، بيفرز الانسولين في المرحله الاولى بشكل طبيعي، لكن الانسجه ما بتستجيبلوش. في كلا المرضين بعد مرور 5 سنوات، او لو كان مستوى السكر عالي باستمرار، بيتأثر عضوين في الجسم من اهم ما يكون الكلية والعين، لان هما بيحتوى على شعيرات دموية صغيرة جدا بتبدأ يحصل فيها تلف، فبتبدأ الانسجة تعمل حاجة اسمها ارتشاح. يعني احنا هنفترض ببساطة ان الدم عندنا بيعدي جوه نسيج زي ده، عبارة عن ماسورة، بدأ يحصل فيها تلف فيخرج مكونات الدم وتروح مكان هي المفروض ما تبقاش فيه، في أنسجة الشبكية. الشبكية عاوز بس أوضح حاجة، يعني عمر الناس ما تخيلت الشبكية دي مش خط، ده الشبكية دي عبارة من قدرة الخالق 10 طبقات فوق بعض، لكنها دقيقة جدا جدا جدا. أي لخبطة في ال10 طبقات دي ممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا في الرؤية. تخيل انت بقى الشرايين اللي ماشية عمالة تفضي، فيبدأ يحصل ارتجاع، تبدأ أنسجة الشبكية تفصل عن بعض، تبقى عاملة زي كأنك جبت حتة قماش أو سفنجة ومالتها مية، ده اسمه ارتشاح الشبكية السكري، واحد من أخطر الأمراض، مسجل على مستوى العالم أن أكتر سبب لفقد الإبصار على مستوى العالم هو مرض السكر. طب أنا إيه المطلوب مني لو أنا مريض سكر أن أعمله؟ حاجتين، أنك تتابع السكر بانتظام، وأنك كل 6 شهور تعمل فحص اسمه فحص قاع العين. في البداية ممكن بفضل الله لو أنت قدرت تسيطر على السكر عمرك ما هتشتكي خالص، إن شاء الله يعيش معك 30 سنة. الخطورة انك لو عندك بقاله 5 سنين بس اهملت، تبدأ الانسجة تتلف، الشبكية تفصل، ويحصل ارتشاح، فتيجي تقول لي ايه، انا مش شايف، انا عاوز اعمل نظارة. نفحص قاع العين نلاقي ان فيه ارتشاح، وفي بعض الاحيان كمان بيكون فيه نزيف. طب ايه الخطوات؟ اول حاجة بعد ما بنفحص المريض ونطمن على شبكية العين، لو كان بالفحص العادي كل حاجة كويسة بنطمنه، وقل له راجع دكتور السكر بتاعك، وممكن نعمل نظارة لو السكر مظبوط، وناخد شوية ادوية تحمي من تأثير مضاعفات السكر على الشبكية. لو انا مريض سكر ايه الخطوات اللي اعملها عشان احمي عيني من مضاعفات السكر على الشبكية؟ اول حاجة هنقوم بفحص قاع العين زي ما اتفقنا كل 6 شهور. الأأمن والأفضل انك تحافظ على مستوى السكر اقل من 180، لان بعد كده بيبدأ يعدي من خلال الشعيرات الدموية في الكلية وفي العين، وممكن يعمل مضاعفات. لو قدرت تحافظ ان شاء الله عمره ما هيحصل مشكلة. لو جيت والدكتور شخصك انك عندك بداية ارتشاح في الشبكية، بنعمل تصوير اسمه الـ OCT او الاشعة المقطعية على مركز الابصار، بتبين لنا اذا كان مستوى الارتشاح ده لسه في بدايته، ممكن نكتفي بشوية علاجات مع تظبيط السكر. لو بدأنا نخش في مرحلة متقدمة وبدأ يحصل خطورة على ان النظر يبدأ يتأثر، دلوقتي في تقنية حديثة جدا اسمها حقن الشبكية. حقن الشبكية بنستخدم مادة اسمها الانتي فيجف، بتخش جوه الشعيرات الدموية التالفة وكأنها بتسد الثقوب اللي حصلت فيها، فتمنع الارتشاح المستقبلي، وبالتالي الجسم يشفط كمان الارتشاح اللي حصل. في بعض الاحيان لو جالنا المريض بدري بتتحسن الرؤية بصورة كبيرة جدا، لكن للأسف احنا
مش عاوز اضايق حد. الشعب المصري والشعب العربي معروف عنه ان هو مهمل شويه في صحته، فلما بيجي لنا في الغالب بيكون تعب شويه، فحس بمشكله بيجي لنا بنقول له انت جاي في مرحله متاخره. بنعمل الحقن بيكون الهدف منه هو الحفاظ على ما تبقى من الرؤيه عشان الامور ما تفلتش ونخش في سكه اكبر بكتير اسمها نزيف الشبكيه، وبالتالي نحتاج حاجه اسمها استئصال جسم زجاجي او حقن سيليكون او ليزر داخلي، ودي عمليه من العمليات الكبيره شويه في طب العيون. يعني ببساطة مريض السكر لازم يظبط السكر بتاعه أقل 180، يزور دكتور السكر بتاعه كل فترة، يعمل قياس للنظر، فحص قاعين كل 6 شهور، لو طلع فيه ارتشاح بنعمل تصوير للشبكية، ونعمل بعديه حاجة اسمها حقن. والحقن بفضل الله متوفر عندنا أنواع كتير جدا، موجود أحدث أنواع الحقن في العالم، بتجيب نتيجة هائلة بإذن الله وبترجع لحياتك العادية. أشوفكم بعد الفاصل. لما تفرح بيبان في عينيك، ولو زعلت أول حاجة بتتأثر فيك. العين أقل حاجة ممكن تأذيها، علشان كده لازم نحافظ عليها ونراعيها. مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك. إيجي ليزك أحدث وسائل علاج ضعف الإبصار على مستوى العالم. الليزك التفصيلي، الليزك عالي الدقة، الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل، السوبرا كور، عمليات زرع العدسات وعلاج المياه البيضاء بالموجات الصوتية، والفيمتو ليزر أحدث وأدق التقنيات لعلاج القرنية المخروطية وعلاج الجلوكوما وارتفاع ضغط العين، حقن الشبكية والجسم الزجاجي وعلاج مضاعفات مرضى السكر. مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك. إيجي ليزك، مستقبل علاج ضعف الإبصار الآن في مصر. عرض خاص على عملية تصحيح الإبصار الليزك لفترة محدودة.